بونجورنو شباب، بالنسبة للبريمو أنو أولى ثانوي إحنا هنعمل زي فحص مراجعة كده عشان الامتحان اللي جاي ده بتاع شهر أبريل 5 أبريل، وهنراجع بسرعة على بعض الأسئلة اللي حطيتها في الامتحان ده. أولا هنبدأ بسؤال زي سؤال القطعة. القطعة الأولى هنا بتقول شرطة ميتشي، طبعا الاسم اللي ماضي تحت شباب هو اللي بيبقى باعت القطعة ومتكلم في القطعة كلها. أليسيا بتكلم الأميتشي وأصدقائها، بتقول لهم تشاو أميتشي أنا أصدقائي كونوشيكي جلوريا، أنتوا عرفتوا البنت جلوريا، وبدأت تتكلم أليسيا بتتكلم عن بنت اسمها جلوريا، بتقول لهم إيه كنا نقول لك كومبانيا زميلة جديدة أسطورة في المدرسة، ليتي دي تيروشا دي مدينة إيطالية شباب، يعني بنت جلوريا دي من مدينة تيروشا، ما ولدت أبدا لكنها تسكن أباري في مدينة اسمها هاري دادوري كينجي، الكلام ده من شهرين. يبقى احنا فهمنا ان اريكا اللي بتتكلم بنت اسمها جلوريا او بتتكلم مع اصحابها عن بنت اسمها جلوريا، اديتنا معلومه ان جلوريا جديده في المدرسه وانها من مدينه اسمها تيروشا، لكن هي ساكنه دلوقتي في مدينه هاري دادوري كينجي من شهرين. طب ايه سبب انها ساكنه في هاري دلوقتي من شهرين؟ فرديسو فاضل اللي والدها لابورا بيعمل ان كويتا زولا في هذه المنطقه بتاعت مدينه ضهري. بتقول جلوريا بدات توصفها في قوس طويله في مجره نحيفه، اي اوتي ازوري عندها عيون زرقاء، في كافيه لونجي شعرها طويل يومي اشهر، النهضه بالانف بتاعها الله فرانشيزي على الشكل الفيزي. تصوير هذا المساء الله فيزي جوني على الفيزي ضمنه يعني بيعرض كونفيز كون اورلاندو بلوم فيلم لممثل مشهور اسمه اورلاندو بلوم، واريكيا بتقول تنميم اصولي في فريقه يعني ده ممثلي المفضل. اريكيا بتقول ايه وجلوريا انا وجلوريا جوارديولا المشاهد الفيلم اكاد ميا في منزلي. تركيهم بنيتي انتيجو تبتدى اصحابها بتقول لهم تركيهم بنيتي لماذا لا تاكل انتيجو ايضا انتم. بدأت تسأل في أول سؤال بتقول أطيء أريكيا تكتب إيميل، لمن أريكيا تكتب هذا الإيميل؟ طبعا أريكيا بعد الإيميل الأميتشي للأصدقاء يبقى إجابة تقول يا جماعة أنا أميتشي للأصدقاء، تاني أطيء أريكيا تكتب إيميل، لمن أريكيا تكتب هذا الإيميل؟ إجابة تقول أنا أميتشي للأصدقاء. اثنين كل يقولوا لأوكي جلوريا، كيف تكون عيون جلوريا؟ أوكي اللي هي العيون يا جماعة. إجابتي الإجابة الأخيرة أزوري زرقاء من خلال القطعة، إجابتي الإجابة الأخيرة أزوري زرقاء. ثلاثة دوري جلوريا إيه؟ أريكيا موظف في الفيلم. فين جلوريا وأريكيا هيشاهدوا الفيلم؟ طبعا هي أريكيا بالقطعة أثرت فيها في المنزلي، يبقى الإجابة الأخيرة أثرت في المنزلي. آخر سؤال الفاضل دي جلوريا، بابا جلوريا. لابورا بيعمل دلوقتي فين يا جماعة؟ إجابتي أباري في مدينة باري لأن هم بقوا شهرين في هذه المدينة. ده بالنسبة للقطعة الأولى في الامتحان الاسترشادي بتاعنا يا جماعة. تاني قطعة بتقول بيك يابو خيارة، البنت بتقول أنا اسمي خيارة، وبتقول سور فيورنتينا. معلومة مهمة أوي الأولى سنة يا جماعة، فيورنتينا هي هي فيرنسي. فيورنتينا مدينة إيطالية وهي هي فيرنسي، مدينة فيرنسي. فالبنت بتقول أنا اسمي خيارة وأنا من مدينة فيورنتينا. أمر مرسو لقيا سكولة بتقول بحب جدا مدرستي قول نامتي أميتشي وعندي أصدقاء كتير. أليسيا جوليا وباولو فين يعني كيارا بتقول إن أنا عندي زملاء كتير، وبدأ يكون زملائها أليسيا وجوليا وباولو وديني عندها أربع زملاء. نوي أبتيارو كنا إحنا تقديم في تشيلو غاية إيه أشياءه فيتسو ونقل غالبا نسيبي معا قولي في استمانة كل نهاية أسبوع، يبقى هي ساكنه قريب من صحابها وبيخرجوا دايما مع بعض كل نهايه اسبوع. بتقول ايه في سوريا؟ انا وزوجتي في سوريا ازيارهم عندنا. الكلمه دي مهمه جدا لكل سنه يا جماعه. ست انتريستي يعني نفس الاهتمامات. بتقول انا وسوريا عندنا دي ست انتريستي يعني نفس الاهتمامات. ابو يامو 12 الجيم السينما. طب يامو بتعرف توتو كل شيء سوري اصلي عن الممثلين. دينو آها جوكاري أفرانسو يعني دينو اللي كان بيلعب كرة قدم. أريكيا وباولو بقى أمر مرتو بيحبوا جدا
جوكر اللي هم يلعبوا على الكمبيوتر على الكمبيوتر. كنت فيديو جوكي بألعاب الفيديو جيم. يبقى أليكس وجوليا وباولو بيحبوا يلعبوا على الكمبيوتر بفيديو جوكي اللي هي ألعاب الفيديو جيم. أول سؤال كويستو بوست بره البوست ده بيتكلم عن مين يا جماعة؟ عن زيارة بعض أصدقائها. يبقى الإجابة الأولى يا جماعة دي زيارة إيلي أميتشي. يعني بيتكلم عن زيارة يا جماعة وأصحابها. ثاني سؤال كوانتي أميتشي أطيارة. كم صديق لدى طيارة؟ لما بدأ يقول لي عن أصدقاء طيارة في القطعة قال لي أريكسي أو سوريا أو باولو وجينو. يبقى هم عندهم كم صديق طيارة دي عندها كم صديق؟ الإجابة الأولى يا جماعة كواترو أميتشي. سبع سؤال أطول وكاتش مونتوي يعني بالنسبة للأطفال بيعجبه جدا ايه؟ قال لي المعلومة دي في آخر القطعة خالص إن هو بيحب يلعب على الكمبيوتر كونت فيديو جوكي. يبقى الإجابة الأولى يا جماعة جوتاري كونت فيديو جوكي. يبقى باولو ده بيحب جوتاري كونت فيديو جوكي يلعب على ألعاب فيديو جوكي. آخر سؤال دي دوبي إيه كيارة؟ من أين تكون كيارة؟ أنا أكدت يا جماعة إن ديوري فينا هي يا جماعة مدينة فيرنسي ودي مدينة إيطالية. يبقى إجابة الأولى يا جماعة دوبي دي فيرنسي دي مدينة فيرنسي. السؤال الثاني اللي عايز اتكلم عليه في الكلاس بتاعتنا دي في المراجعه سؤال الجراماتيكا يا جماعه. دي جراماتيكا مراجعه للامتحان الاسترشاد يا جماعه اللي هيجي ان شاء الله. اول سؤال عادي وهنجيب الجمله بعد الجمله نقط جوكاي اخرته او تاني. طبعا انا عارف الفعل لما بيجي بعد الجمله معنى كده ان عندي شواهد قدامنا يا جماعه بخطه او بتكلمني انا بشتغل عندي ضمير التو فضربه تو اجابه دي يا جماعه ريبريشن تطريف الفيربو مع التوب يا جماعه بيكون الفيربو في طريق اخر بي بيبقى جاب تي بريفريشي ده اول سؤال. ثاني سؤال عايز ادجكتيف وصفه الرجاتو ايه؟ طبعا عايز كويس ان طلبه كلمه رجاتو كانت بو يبقى كلمه مفكر مذكر اجابتي سي نظر مع جيكتيني. طب ايه يا جماعه جيكتيني صفه ايه الدولار اللي منتظمه؟ تلتهي بايه؟ مع مصدر المذكر ومع مصدر المؤنث يبقى هي اللي هتنفعني مع نجاتو اللي هي مفرد مذكر رقم 15. وتشيليان كيارا الماريا صورون طبعا دول جمع مؤنث كيارا ماريا دول جمع مؤنث. انا لما اجي اطلقهم يا جماعه نفس الاولى تريكتي ركزوا جدا على صفات الايريجولار يا جماعه غير منتظمه الارجنتين الايريجولار مهمه جدا معانا يا جماعه. يبقى كيارا وماريا جمع مؤنث اجابتي تريكتي لانها صفه غير منتظمه تلتهي بالاي مع الجمع بالعربي. ايو استيفانيا انا استيفانيا كده كده نوعي وتصريف الفيربو مع النون وجنب الاخيره دي اللي هي كابيانو. السؤال اللي بعده 17 اليسيا اي باولو سولو. لو انا حاطط يا جماعه اليسيا باولو ده ولد وبنت يبقى انا بصف على طول جمع مذكر. طالما ولد وبنت يبقى بصف جمع مذكر اجابته سي جوه ريشارد. رقم 18 دي ستودنتي دي جمع واي كلمه جامعه عندنا في الايطاليانو بتساوي الدوار عندنا لورو فطالما لورو كانت الاولى في نيسكونو ده تصريف الفيرب مع ليستوليني ليستوليني في نيسكونو. رقم 19 بروفيسوري وبعدين بيقول لك كواري ماتيريا اي ماده طالما بروفيسوري يا جماعه جاب عليه الفيرب الاولى معنى كده الواحد قدامي بس انا مش هقول السنيور او البروفيسوري انت بقول له حضرتك وطالما حضرتك يبقى ايه السبع منها ليه الاشتراك يبقى اجابتي على طول الاجابه الاولى انتيريا مع مي والايه بختار الفيرب اللي اخره او ايه اجابتي الاولى انتيريا. بالنسبه للايه طبعا لو قلت لك ريسبونس قبل ما انت وانت يعني جاوب على الايه الماضي سكريبيندو هنا خرج من ليتا لازم تكتب اجابه كامله شويه. اول سؤال والاجابات اللي جايه هبقى كاتبها لكم. اول سؤال الاول معايا هنا بيقول لي طبعا ليلى بعث لسلمى بتقول لها المفروض للبطه عمل الوالد يفوري تشيكتار بيكون خارج المدينه. اي تو وينتي كده وكده فاضي فاضي يعني ده عمل والدك ده اول سؤال. طبعا انا طالما ليلى ايه اللي فاضي قلت ايه اللي بجد يا جماعه قلت تشارل ليلى. لما سالني كده وكده فاضي فاضي ده عمل الاب قلت له ان البطه صار لينسيليامبي يعني الوالد يعمل معلم. ثاني سؤال عندي شباب بيقول لي كومي كيف با اللابور يذهب الى العمل ازاي الاب ده بيروح الشغل؟ اجابتي عليها با اللابور انترينو با اللابور يعني يذهب الى العمل انترينو بارتكاز الموسيقي كومي كيف. ثالث سؤال
بيقول لي اخي اولى طول اقراها في اي ساعه بيعود الى المنزل. اجابت يا جماعه طول اقراها اخي تراب بيعود الى المنزل في الساعه الثالثه. وفي الاخر طبعا رمز الاولى على الانفع صاروخي انا من انا فن. واخر سؤال كان عندي بيقول لي في كونتينر اكتب مقال ده كونجيتشي اضيفي براوي من 15 ل 20 كلمه وضمنه بديمتري دارتي مستخدما العناصر المعطاه. الموضوع اللي كان اتكلم عليه يا جماعه عن الهوبي بريفاريتو اللي هي الهوايه المفضله او هيقول لك انتم تستطيعوا بريفاريتو. اتكلم عن هوايتك او تفكيرك المفضله وبيديك طبعا الليمتي. طبعا مش هنكتب الامتحان كل الليمتي دي العناصر لاضيفي بريفاريتو الاصدقاء المفضلين ليتشر ليمتي زراعه الكتب فاير سبورت ممارسه رياضه ديسكريبتيون ديسكريب وصف جيد. مش هديك الامتحان عناصر كلها ممكن هديك او مصريات فقط. وبالتالي بيكون اربع خمس او ثلاث خمس في الموضوع. وطبعا احنا الموضوع ده بنتناولكم بالنص كده يا جماعه. ده بالنسبه للامتحان التكشف المدعى وهنزل لكم امتحانات ثانيه في الفتره الجايه من اولى ثانوي لغايه اتوبيس.